استعاذة بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب. ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والحساب. أصلي وأسلم وأبارك على صاحب الذكرى وصاحب الهجرى خير والد وخير مولود صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود حبيب رب الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. بك ابن عبد الله قامت سبعة من إلى للهدى غراء. الروح والملأ الملائك قوله للدين والدنيا به بشراء. بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها سقراط والحكماء. صلاة وسلاما على صاحب الكتاب الأبقى والثوب الأنقى والقلب الأتقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نور الورى صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى. من صلى عليه سيغنم لكن من لم يصل عليه سيندم. الحبيب الذي تدفع عنا بشفاعته حر جهنم. النبي الذي قدمه في الصخرة علم. لأنه ألف الألفة باء البهاء تاء التحلي تاء الثبات جيم الجمال حاء الحلم خاء الخير دال الدلال دال ذكر المتعال راء الرحمة الكبرى زاي زير الوجود سين السعود شين الشهود صاد الصفاء ضاد الضياء طاء الطلال ضاء الظلال عين العناية غين الغاية فاء الفتوة قاف القوة كاف الكمال لا باللطف من المتعال ميم الملك نون النوال واو الوفاء هاء الهنا لام ألف توحيد لا إله إلا الله ياء الياقوت ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد النور حينما ذكرت محمدا ذهب الظلام والشرك تبددا. صلى عليك الإله يا علم الهدى ما طار طائرا في السماء وغردا. لما لا والكون من وجهه تكملا وتجملا. فالكون من وجه الحبيب تنورا أغلا بمقدم أحمد روح الورى. بحر بساحق النبيون الأولى وقفوا حيارى باهتين بلا مرى. تالله ما في الكائنات كأحمد بشرا ولا خلقا يرى. ثبتت له في الخارقات عجائب وبكفه الماء الزلال تفجرا. جد الحسنين أبو البتول المصطفى من كمثله يعطى اللواء والشفاعة والكوثرى. كعب الأمان لكل عبد خائف لذ بحماه تجد خيرا أو ثرى. ذو المجد والجاه الرفيع المصطفى من شك في جاه الشفيع المشفع كفرا. دوما هو اللوح الإلهي الذي قد كتب الإله عليه ما قد قدرا. نرجوك يا جد الحسنين تكرما. ضاق الخناق وقفنا ببابك ودون بابك لا نرى. يا مصر قومي واسمع القرآن. لية التكريم للدكتور محمد عبد الحكيم عامر الآن تزلزل الوجدان. يا مصر قومي واسمع القرآن. ملك المقامات قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية الآن يزلزل الوجدان. وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي. هيا بسماع
القرآن جدد الإيمان. أدعو العالم الإذاعي الكبير جامعة غلوش القرآنية المباركة، فخر الغربية على سائر محافظات مصر، وفخر مصر على العالم الإسلامي بأكمله. المدعو لكبرى حفلات العالم الإسلامي بالشعبية الجارفة فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، اسم له تاريخ وصنع تاريخ، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله يفتح لك يا دكتور. صلوا على سيدنا النبي. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس
حضرة النبي ما شاء الله. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. تعليق يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. سلم يا رب. فقاتلوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة اللهم صل عليه يا رب صل على سيدنا رسول الله صلى الله على حضرتك. سلام سلام على الأصل دور على الأصل دور. جميل يا دكتور حرم. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. الله الله تعالي فلم كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. سلام الله يا سيدنا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا Yeah.
النبي خليك عليك السلام كمان يا دكتور الله يفتح عليك يا اخي ويزيدك من نعم الله ما شاء الله. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الله 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 شكرا لله ركبت بالله ركبت والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا. يا سلام يا نعم 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 الله يا سيدنا عليك. أينما تكونوا يدرككم الموت. ما شاء الله الله أكبر. أينما تكونوا يدرككم الموت. يا سيدنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله أكبر صلى الله الحبيب. والآخرة صلوا على الحبيب. الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا ما شاء الله شعاع. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا Oh.
عليك الله يفتح عليك كل متاع الدنيا قليل كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير الله عليه وبعدين معاه خلي ليلتك تعدي الله يفتح عليك ما شاء الله فيها كذا رحمه الله عليه وسيدنا الشيخ راغب سلم لنا دكتور عبد الناصر الله ربنا يبارك لك اسمعها تاني حاضر حاضر الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله اينما تكون الله الذي يفعل ذلك له حرق القلوب اينما تكون يدرككم الموت ولو كنت
وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة صلى الله عليه وسلم. تمام كملها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كده. حاضر حاضر. تمام كده. حاضر يا شيخ. كملها معاه. طالما رحت ناحيته. الله على الجمال ده. انت مزاجك رايق قوي. مزاجك رايق قوي. ايه من شبر العنب بقى. والله. شبر اليمن. بعدين لك بقى. شبر اليمن. تكسب في العنب ولا لا لا لا. هي اليمن وبتجيب العنب برضه. اليمن بيجيب البن والبن بيقدر الدماغ والبن بيقدر الدماغ ولا كافر ولا ما أصابك من حسنة فمن
صراحة لا الله يفتح عليك ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا النبي. الله يفتح عليك. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك بالناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما يفتح عليك أول يا رب. صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله يا سيدنا رب ما شاء الله يا دكتور. ومن من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن على سيدنا النبي الله 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 تعليق النبي ما شاء الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
وقفت عليه. اي نعم. أفلا يتدبرون القرآن؟ صلى على سيدنا الرسول. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لا إله إلا الله. نعم. أفلا يتدبرون عشان العالم تفهم اللي قبل الآيات. أنا يا حاضر. الله يصلح حالنا وحالك. الله فتح الله لك. وعليك يا سيدي. الله يحفظك يا سيدي. ما شاء الله. يا سيدنا الرسول. عليك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا دكتور اللهم صل على سيدنا النبي. واذا جاء فقاتل في سبيل الله الله فقاتل في سبيل الله
اللهم صل عليه. صل على سيدنا الرسول. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. جزاك الله خيرا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها تعتمد الا اذا جت مرتين تاني. أيوة. صل على سيدنا النبي. صل على الحبيب. الله الله يا دكتور هنيئا للغربيه بفضيلتك والله. الله يحفظك. بنغبطهم مش بنحسدهم. واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. عفوا يا سيدي. عفوا يا سيدي. الصوره العظمى من فرض ثلاثه اربع العلم. الله يحفظك يا سيدي. كلها تعليم وتفضلت كلها تعليم وتدريب. صلى الله القبول يا باشا. صدقك. حاضر حاضر. يعني في حسناتك يا دكتور. طيب تعالى. يبارك لك ان شاء الله. واذا فقط
الله أكبر. تعريك يا دكتور. ما شاء الله. نعم. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا وإذا حييتم أحسن منها أو ردوها. الله يكرمك. صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك لك يا مولانا. ربنا يصلح حالك. وإذا إن الله كان
مخزع محمد. صدقت ربنا وصدقت آياتك في القرآن، وبلغ نبي الهدى سيد ولد عدنان. ربنا اجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، واجعله الوارث منا، واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين يا الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. في أولى الليالي باحتفال العالم الإسلامي بأكمله بذكرى ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، سعدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة العطرة لعلم مصر والعالم الإسلامي، قارئ المحافل الدولية والمحكم الدولي في محافل تحكيم وتعليم طلاب القرآن تعليم القرآن الكريم، قارئ رئاسة جمهورية مصر العربية، قارئ الملوك والرؤساء والزعماء، قطب وعلم دولة التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وفخر محافظة الغربية على سائر محافظات مصر، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر قرك الملقب عالميا بملك المقامات في هذا المقام القرآني الكبير، ومن هذه الأعتاب الطيبة أعتاب آل عامر الكرام، من بيت آل عامر الأكرمين الأجودين، ليلة التكريم للوالد الكريم سيادة الدكتور محمد عبد الحكيم عامر، أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، مشاركة للسيد المحاسب أحمد عبد الحكيم عامر الأستاذ أسامة عبد الحكيم عامر، كذلك السيد الأستاذ عادل عادل الطيب، وكذلك الدكتور أمير حافظ، وكذلك الغائب الحاضر سيادة اللواء نجيب عامر رحمة الله عليه. نشارك أيضا رجل الواجب والأدب والأخلاق العالية الحج محمد جمال خليفة والعائلة الكريمة جميعا، من هنا من مؤسسة عجلان لأعمال الفراشة والإنارة ومحطة الديزلات والإنارة الكبرى حج فتحي الشرفيني، أشكر إليه وإلى أبنائه الكرام الأعمال الضيافية المتر محمد رمضان، قناة المهندس محمد عادل الجهري، أما الهندسة الإذاعية مهندس محمد الشربجي عالمي جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون.